في يوم من الايام قررت ان تاخد حبيبتك المصونه والجوهره المجنونه وتخرجوا تتفسحوا يوم كامل من اوله في اماكن ذات مناظر خلابه. فاول ما شديكوا كانوا انتوا قاعدين على البحر مستمتعين بجمال المكان والشمس الساطعه والسماء الصافيه وامواج البحر العاتيه. فجاه خدت بالك من لون السماء في الوقت ده ويشاء القدر انك تلاقيني قاعد جنبكم. فقررت تسالني هي ليه السماء لونها ازرق رغم ان الضوء اللي جاي من الشمس ابيض. الفكره كلها ان الضوء الابيض اللي جاي من الشمس هو مكون في الحقيقه من اكتر من لون وهي الوان الطيف السبعه، والضوء ده عشان يوصل لنا محتاج يعدي في الغلاف الجوي بتاعنا اللي مكون في الغالب من جزيئات من الاكسجين والنيتروجين. فالضوء لما بيعدي في الجزيئات دي بيحصل له حاجه اسمها سكاترينج او تفرق او تشتت للالوان. يعني الضوء لما بيعدي في جزيئات الهواء الالوان المكونه ليه بتبتدي تتغير اتجاهها وتروح في اتجاهات مختلفه. بس اشمعنى برضه الازرق هو اللي بيظهر دونا عن باقي الالوان؟ الموضوع كله بيجي على حاجه اسمها رايلي سكاترينج، واللي بتقول ان كل مكان طول الموجة اللون اصغر كل مكان بيحصل له سكاترينج اكتر. فلو بصينا على الاطوال الموجيه الالوان المكونه لضوء الشمس هنلاقي ان اصغرهم هو البنفسجي والازرق، فبالتالي هما دول اللي بيحصل لهم سكاترينج اكتر. بس معنى الكلام ده ان احنا المفروض نشوف السماء لونها بنفسجي، ولكن ده مش بيحصل في الحقيقه عشان احنا ما عندناش في عينينا مستقبلات للون البنفسجي، ولكن عندنا مستقبلات للون الازرق، فبالتالي بنشوف السماء لونها ازرق. لكن ده ليه مش بيحصل مع السحاب؟ وليه مش بنشوف السحاب بلون ازرق نفس لون السماء؟ الفرق هنا ان الجزيئات المكونه للسحاب اكبر بكتير من الطول الموجي للضوء اللي جاي من الشمس، على عكس جزيئات الهواء واللي بتكون اصغر من الضوء اللي جاي من الشمس. فبالتالي الضوء بتاع الشمس لما بيعدي جزيئات السحاب كل الالوان المكونه ليه بيحصلها سكاترينج بنفس المقدار، فبنشوف لونها ابيض. وعلى ما خلصنا كل الكلام ده كانت الشمس ابتدت تغرب، فقررت تاخد بعضك وتاخد حبيبتك وتطلعوا على البحر عشان تتفرجوا على الغروب هناك. فلما رحت لاحظت ان السماء ابتدى لونها يتغير وبقى لونها برتقالي او احمر، فحسيت ان كل الكلام اللي انا قلته لك ده كان هاد، ويشاء القدر يا مؤمن ان اكون برضه قاعد جنبكم. فسالتني هو ليه السماء لونها اتغير؟ اللي حصل هنا ان الشمس بتبتدي تبعد عننا وعن الغلاف الجوي بتاع الارض في وقت الغروب، فالضوء اللي خارج منها بيبتدي يقطع مسافات اكبر بكتير من اللي كان بيقطعها قبل كده في وقت النهار، وده بيخلي الالوان اللي ليها اطوال موجيه قصيره زي الازرق والبنفسجي يحصل لها سكاترينج اكبر بكتير من اللي كان بيحصل وقت النهار، لدرجه انها بتخرج بره الغلاف الجوي تماما. بيتبقى الالوان اللي ليها طول موجي كبير زي الاصفر والبرتقالي والاحمر، فنبتدي نشوف السماء بالالوان دي في وقت الغروب. طب خلاص بقى الشمس مشيت والليل جه ورحتوا تتفرجوا على النجوم في مكان خالي زي وادي الحيتان مثلا او الصحراء البيضاء، وانت بتتامل في النجوم هناك وحست ان جزء كبير من السماء لونه اسود رغم انك عارف ان من ساعه البيج بانج والكون بيتوسع ودلوقتي في حوالي اكتر من 100 مليار مجره وكلهم مليانين نجوم، والنجوم دي اكبر بكتير جدا من الشمس. فالمفروض بناء على المعلومات دي ان الشمس تكون منوره تماما وما فيهاش اي حاجه سوداء. بس ليه هي مش كده؟ الحقيقه السؤال ده انت مش اول واحد يساله، ولكن ساله قبل كده سنه 1823 عالم الماني اسمه فيلهلم اولبر، والسؤال ده اتحول لمعضله والمعضله دي اتسمت اولبرز بارادوكس. وعشان نحل المعضله دي لازم تبقى عارف ان الكون عمره محدود مش لا نهائي وبيتراوح بين 13 و 15 مليار سنه، فبالتالي النجوم البعيده جدا عننا بتاخد وقت كبير على ما الضوء بتاعها يبتدي يوصل لنا، فبالتالي المكان بتاعها هيبقى مظلم في السماء. حاجه كمان وهي ان النجوم لما بتبعد عننا الضوء اللي جاي لنا منها بيبتدي يخش في مجال الاشعه تحت الحمراء، يعني بيحصل له حاجه اسمها ريد شيفت، والتاثير ده بيسمى بالدوبلرز ايفكت. خلاص دي اخر جمله نخلص ونخلص. بالاضافه لان السماء والكون كله مليان اشعاعات من وقت البيج بانج اسمها سي ام بي ار او كوزميك مايكرويف باك جراوند راديشن، وللاسف عيننا مش بتقدر تشوف لا الاشعه تحت الحمراء ولا السي ام بي ار، وبالتالي بنشوف السماء سوداء. لكن هي في الحقيقه مش سوداء، لكن جزء كبير من المشكله بيبقى في عينينا احنا وقصور فينا احنا، واحيانا القصور والنقص بيخلينا مميزين كبشر وبيخلي هرمونات زي الادرينالين تطلع وانت قاعد مع حد بتحبه فيبتدي قلبك يدق، وبتخلي هرمونات تانية زي الاندورفينز والسيروتونين والدوبامين تطلع فتحس بسعاده لما تشوف منظر جميل زي منظر السماء بالنهار او منظر النجوم بالليل. فالنقص اللي موجود عندنا هو اللي بيخلينا مميزين كبشر وهو اللي بنستفيد منه انسانيا. أسبوع العلوم المصري، مصر بتتكلم علم.